نشوف ايه سكريننج وريسيرش ديزاين، واحده من المحاضرات الممتعه في جزء الاحصاء. شوف الجزء الاول بوجي الاول اللي بعرفين شويه ديفينيشن يعني ايه انترفينشن. تمام، ده عبارة عن الاكشن البارتيسيبنت ريسيفز. يعني انا عندي مجموعة، هو المجموعة ديت هي البارتيسيبنت بتاع اي تجربة، بس الاكشن بقى اللي هجريه على هؤلاء البارتيسيبنت بنسميه الانترفينشن. تمام، ودايما هذا الانترفينشن بيؤدي الى تغير في البارتيسيبنت او البارتيسيبنت جروب. هذا الانترفينشن ممكن يكون تريننج بروجرام، نعمل تريننج للطلبة مثلا ازاي يقدروا يتصرفوا في حالة الطوارئ، وركشوب. تمام، نعمل ميديكال تريتمنت، نجرب دواء، نشوف هذا العقار افكتيف مثلا كما في حالات الكورونا، زي ما بجربوا ادويه عديده زي الهيدروكسكلوروكين والنيتازوكسامايد وغيره وغيره. تمام، هناك بقى في بارتيسيبنت جروب، حاجه بنسميها البارتيسيبنت دي جروب، اللي هي بتستقبل او بيتم عليها الانترفينشن، دول بنسموه البارتيسيبنت جروب. اوكي، وهناك كنترول جروب. كنترول جروب دي بتبقى جروب ما بتستقبلش اي انترفينشن، لكن هي جاست كنترول عشان اقارن البارتيسيبنت جروب. تمام، بهذه الايه الكنترول جروب. طيب بس خلي بالك، كنترول جروب بتبقى ماتشد مع البارتيسيبنت جروب في كل حاجه ما عدا الانترفينشن. الانترفينشن بيقع على البارتيسيبنت جروب لكن ما بيقعش على الكنترول جروب. يبقى الانترفينشن ده اكشن بيتم او بيستقبله البارتيسيبنت جروب اثناء ترايل او ستادي او تريننج او غيره. تمام، وده هذا الانترفينشن ان تو كوز تشينج ان بارتيسيبنت جروب. البارتيسيبنت جروب هي الجروب التي بيتم بتستقبل هذا الانترفينشن. كنترول جروب هي جروب بتبقى ميرور ايمج او ماتش مع البارتيسيبنت جروب ما عدا الانترفينشن، لا يقع عليها انترفينشن. تمام، خلاص، عشان نقدر نقارن الاوتكم اللي هيحصل على البارتيسيبنت جروب بهذه الايه الكنترول جروب اللي ما تمش عليها انترفينشن. طيب هناك حاجه بتسميها البري تيست. ده بري تيست ده عباره عن سيرفي او تيست بنجريه على البارتيسيبنت جروب قبل ما نعمل راننج للانترفينشن، قبل ما يستلموا الانترفينشن. يعني ايه؟ يعني البيز لاين، سي ان انا عندي، ما هنجرب دواء على مجموعه من البارتيسيبنت، هذا الدواء دواء لعقار الهايبر ليبيديم. قبل ما بديهم الدواء اللي هو الانترفينشن بقيس الليبيد ليفل. تمام، وبعد مدي الدواء بفتره بقيس الليبيد ليفل. اللي انا قيسته في الاول قبل ما اديهم هذا العقار اللي بعالج الهايبر ليبيديميا هو البري تيست، بري تيست فاليو، او بنسميها البيز لاين فاليو، لها اسم اخر. خلاص، فده بنسميه بري تيست. امال البوست تيست ده؟ البوست تيست ده عباره عن التيست اللي بيتم افتر ذا بارتيسيبنت ريسيف الانترفينشن. بعد ما خدوا الانترفينشن بفتره بنعمل بقى ايه؟ تيست عشان نشوف الاوت كام بتاع هذا الانترفينشن. يبقى البري تيست ده تيست بيتعمل على البارتيسيبنت جروب، اوكي، بفور ريسيف الانترفينشن عشان نشوف البيز لاين بتاعه. لكن البوست تيست هو التيست اللي بيتعمل على البارتيسيبنت جروب افتر ريسيفنج الانترفينشن عشان نشوف الاوت كام. هشوف الاول قام ازاي؟ بقارن البوست تيست ريزلت بالبيز لاين ده اللي هي البري تيست، وهل هناك تشينج ولا لا؟ تمام، هل هذا الانترفينشن عمل تشينج ما بين البري تيست والبوست تيست ولا لا؟ اوكي. طيب الراندومايزيشن دي عباره عن راندوم سيلكشن للبارتيسيبنت او الانديفيدوال اللي هيخشوا في اي تجربه. اختيار عشوائي. يعني ايه اختيار عشوائي؟ ان اي واحد بيبقى عنده ايكوال تشانس تو ريسيف انترفينشن اور نوت، ما بيبقاش فيه تحيز. يعني لو عندي مجموعه من 100 وعايز اختار من 20 يتم عليهم التجربه، مش هقدر اعمل على ال 100 كلهم عشان ده تايم كونسيوم، اوكي، او التجربه كده هتاخد وقت طويل او هتكلفني كتير، فعايز اخد منهم سامبل 20. بعمل راندومايزيشن اللي هنشوفه كمان شويه، بحيث ان اي واحد في المية ده يبقى عنده تشانس ان هو يتاخد ويستقبل انترفينشن او نوت، وهذه الراندومايزيشن تبقى ايكوال، وهذه الشانس تبقى ايكوال ما بين الانديفيديوال. تمام، في هذه الحاله انا بقى يعني بقدر اتغلب
على حاجة بنسميها البياس أو التحيزات أو أي حاجة تؤثر على النتائج. يبقى randomization ده عبارة عن random selection، بحيث إن أي واحد ممكن يكون عنده equal chance إن هو receive the intervention أو يبقى involved في التجربة أو لا without any bias. أوكي، ده بنسميه random selection. طيب هنشوف بنعمل randomization إزاي كمان شوية، بقى كان نبقى عارفين ال random selection أو ال randomization. اهو شفت السلكشن بايس. بقى السلكشن بايس ده بيتم امتى؟ عندما اختار الناس اللي هيبقوا في البارتيسيبانت جروب ويز اوت راندوم سلكشن او ويز اوت راندومايزيشن. ده يخلق عندي حاجه اسمها سلكشن بايس او سلكشن افكت. اوكي، يعني زي ان انا اعرف الناس، ففي ناس مثلا بعزها وهجرب دواء مش معروف الاوتكم بتاعه او السيفتي مش مضمون، فهاجي على الناس اللي انا بحبها او الناس اللي انا اعرفها، لا انت ايه خليك كنترول، تعالى بقى الناس اللي ما اعرفهاش خليك انت ايه بارتيسيبانت جروب. فده بيبقى بيعمل بياس او بيعمل تحيز، ما عملتش راندومايزيشن، اصبح مش كل واحد عنده ايكوال تشانس ان هو يبقى ريسيف الانترفينشن اور نوت. اوكي، فده بيخلق بياس او بيخلق ايه رونج ريزلت. اوكي، يبقى السلكشن بياس ده السلكشن اوف انديفيدوال او جروبس تمام ويز اوت بروبر راندومايزيشن، خلاص، او راندومايزيشن ما اتعملتش، فده بيعمل سيلكشن افكت. خلاص، وده طبعا بيؤدي الى ديستورشن للستاتستيكال اناليسيس. ماشي، يؤدي الى باد ريزلت. نتيجه ايه؟ نتيجه الريزلتنج فروم ذا ميثود اوف كولكتنج سامبل. خلاص، وبالتالي الكونكلوجن والريزلت بتاعت هذا الاستادي اللي انا عاملها لو ما اتعملش فيها راندومايزيشن may not be accurate. عشان كده لما بنيجي نعمل الاستادي، اهم حاجه في الاستادي ان احنا بنعملها في الكلينيكال فارماسي ان هذه الاستادي تكون راندومايزد. تمام، راندومايزد يعني ايه؟ يعني ان الناس متوزعين للبارتيسيبنت والكنترول جروب بطريقه راندومايزيشن، بحيث ان كل شخص اخترناه في التجربه يكون عنده ايكوال تشانس ان هو ممكن ريسيف الانترفينشن اور نوت، اور نوت يعني يكون في الكنترول جروب. تمام، هذه الراندومايزيشن بتقلل السلكشن افكت او السلكشن بايس. لو ما عملتش راندومايزيشن هيحدث عندي سلكشن افكت او سلكشن بايس، وده هيعمل ديستورشن في الاستاتستيكال اناليسيس. تمام، نتيجه، وهيعمل برضه مشكله في السامبل كولكشن. تمام، ويؤدي في الاخر ان الكونكلوجن اباوت الاستاد ريزلت مش هتبقى اكيوريت، والاستاد ريزلت نفسها مش هتبقى ايه اكيوريت. تمام، يبقى ايه الكونسيكونس بتاعت السلكشن بايس او ان احنا ما بنعملش راندومايزيشن؟ ديستورشن اوف ستاتستيكال اناليسيس، رقمه 2 الريزلت ما بتبقاش اكيوريت، وبالتالي الكونكلوجن اباوت الاستادي ما بتبقاش اكيوريت. جاي منين السلكشن افكت؟ ان احنا ما بنعملش راندومايزيشن اثناء السلكشن. نشوف بقى السكريننج تيست ديفينيشن. اول حاجه بتاع السكريننج تيست شويه المعلومات اللي احنا شفناهم الاول. خلاص، السكريننج تيست ده عباره عن تيست ابليكابل ان ميديسن تو بوبيوليشن. تمام، عشان يقدر يعمل سكريننج للاندياجنوزد ديزيز، خلاص، او يقول يعمل سكريننج للديزيز اندياجنوزد without signs and symptoms. يعني ده تيست بيتعمل عشان نقدر نعمل ديتكشن للناس اللي عندهم الديزيز قبل ما يظهروا عليهم الساين والسيمتومز وقبل ما يحصل لهم دياجنوزز. بس هتبقى عارف حاجه مهمه، ان السكريننج تيست ليس دياجنوستيك تيست، هو انما جاست سكريننج تيست. هو بيقدر يعمل ديتكشن اوكي للناس اللي عندهم الديزيز، بس مش دايجنوزيس. يعمل سكريننج للناس اللي عندهم الديزيز قبل ما تظهر عليهم الاعراض ايه الساين والسيمتومز. يعني ايه سكريننج اوف ان دايجنوزد ديزيز؟ تمام، اون انديفيدوال ويز اوت ساينز اند سيمتومز. بيقدر يقول سكريننج للديزيز لناس ما لهاش اي اعراض. خلاص، طيب طبعا عشان كده بنقول ان السكريننج تيست از برفورمينج تو ايدنتيفاي، ماشي، بيبل
who may have the disease without any signs and symptoms. السكرينينج ما بنعملش تو الدياجنوز اتس جاست سكرينينج تمام ماشي. طب بنعمل سكرينينج ليه؟ عشان نقدر نعمل ديتكشن للديزيز قبل ما المريض يكون عنده اعراض، وبالتالي نقدر نقول ان احنا هنعمل سكرينينج فالمريض هنقول ان هو احتمال يكون عنده، فبعد كده هنرجع نشخصه بسبيسيفيك دياجنوستيك تول تمام، وبعدين نقدر نعالجه قبل ما تظهر عليه الاعراض ساينو سيمتس، وبالتالي الاوت كوم هيتحسن. خلاص يبقى السكرينينج فايدته ان هو تمام، ان هو امبروف الاوت كوم بتاع الديزيز يعني امبروف البروجنوزس تمام، وبالتالي يقدر كمان السكرينينج يساعدني ان احنا نعمل تشخيص للامراض مبكرا، وبالتالي المورتاليتي تقل ماشي. وقلنا دايما السكرينينج تيست لازم يقدر يعمل لي ديتكشن للديزيز او يساعدني ان انا ديتكت الديزيز في الفتره ان المريض عنده ديزيز وقبل ظهور الاعراض تمام. لكن في الغالب كل السكرينينج تيست ما بتبقاش 100% اكيوريت خلاص، لكن بيبقى فيها نسبه نون اكيوريسي تمام، يعني ناس ما بيبقاش عندها بيبقى عندها فولس بوزيتيف او فولس نيجاتيف وهكذا. يبقى لما نيجي نقول السكرينج تيست ده عباره عن سكرينج اوف ذا ديزيز اون انديفيدوال هو هاف ذا ديزيز ويز اوت اني ابيرنت او ابيرنت ساينز اند سيمتومز خلاص. وبالتالي هذا السكرينج تيست او السكرينج تيست بتساعدني ان انا اعمل ايدنتيفيكيشن ودايجنوزس للديزيز بفور الابيرنس اوف ساينز اند سيمتومز، وده هيحسن في البروجنوزس اوف ديزيز ويحسن في الاوت كوم اوف تريتمنت ويقلل في المورتاليتي مش كده؟ وقلت ان هذا السكرينج تيست لازم يكون يتوفر فيه شرط ان هو يقدر يعمل ديتكشن للديزيز ما بين ما بين وجود الديزيز وما قبل ظهور الساينز والسيمتومز. وقلت السكرينج تيست از نيفر 100% اكيوريت، لابد السكرينج عشان السكرينج تيست يبقى جود سكرينج تيست لازم يبقى الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف اقل ما يمكن خلاص. الفولس بوزيتيف يعني الناس اللي بتطلع بوزيتيف على حسب السكرينج تيست هم ما عندهمش الديزيز، والفولس نيجاتيف اللي الديزيز بيطلعهم نيجاتيف وهم عندهم الديزيز لازم يكون اقل ما ما يمكن عشان اقدر اقول على هذا السكرينج تيست جود سكرينج تيست. وقلنا ان السكرينج تيست شود بي ايبل تو ديتكت الديزيز ان ذا بيريود بتوين ذا تايم when it can be detected and the time when symptoms develop. يقدر يعمل ديتكشن للديزيز في الفتره ما بين وجود المرض وما قبل ظهور الاعراض. قلت ان دايما السكرينج تيست نيفر كومبليتلي اكيوريت، وقلت عشان يبقى جود سكرينج تيست لازم الفولس بوزيتيف ريزلت والفولس نيجاتيف ريزلت تكون اقل ما يمكن. اوكي برينسيبل اوف سكرينينج، عشان اعمل سكرينينج الكونديشن او الديزيز لازم الكونديشن دي تكون امبورتنت للهيلث بروبلم، تمثل امبورتنت هيلث بروبلم. ازاي يعني؟ يعني ما اجيش اعمل سكرينينج للسيستيك فايبروزيس ده ديزيز بي افكت اللنج، لكن رير ديزيز ده جينيتك ديزيز ورير ديزيز ما بيحصلش كتير، لكن لازم الكونديشن تكون امبورتنت للهيلث بروبلم زي مثلا هباتيتس سي زي كورونا دلوقتي زي السارس اللي كان المفروض برضه اتعمل له سكريننج من زمان. اوكي خلاص لازم الكونديشن كمان اللي بعملها سكريننج يكون لها تريتمنت، هو انا هعمل سكريننج لحاجه وبعد كده اشخصها وما اعرفش عليها ازاي، لازم يبقى معروف التريتمنت بتاعها لها تريتمنت ولا لا. لازم يكون هناك فاسيلتي فور دايجنوزس اند تريتمنت، طبعا بعد ما اعمل سكريننج لازم بعد السكريننج مش دايجنوستيك تيست جاست سكرين، لازم هناك يكون دايجنوستيك تيست وبعد كده يكون هناك تريتمنت بروتوكول معروف ان انا لما لو لقيت الكونديشن دي هعالجها ازاي، عشان ما ينفعش ان انا اعمل اضيع فلوس واضيع وقت وفي الاخر اعمل سكرينج لحاجه ملهاش تريتمنت تمام. طبعا لازم يكون هناك تيست تو اكزامين الكونديشن اللي هو السكرينج تيست فولو باي دايجنوستيك تيست عشان اقدر اشخص بعد كده، ولازم التست يكون اكسبتابل للبوبوليشن يعني لازم البوبوليشن موافقين ان يتعمل لهم سكريننج، وده بنعمله ان المريض بيملي حاجه بنسميها انفورمد كونسنت تفاهم اللي هي باللغه العربيه اسمها
الموافقة المستنيرة. يعني ايه الموافقة المستنيرة؟ ان هو عارف، بنشرح له فايدة التست، السكرينج تيست، وهينعمل ازاي، تمام، وايه البنفيت وايه الريسك، وبيمضي وبيوقع. خلاص لازم طبعا نبقى فاهمين الناتشرال هيستوري اوف ديزيز، ولازم يكون هناك اجريد بوليسي اون هوم تو تريت او تو كاري اتيست. زي ما قلت لك لازم المريض يوقع موافقه اسمها الموافقه الايه؟ المستنيره. خلاص هبقى لكم في اخر المحاضره كده صوره من الموافقه المستنيره، يبقى الناس عارفه شكلها عامل ازاي. خلاص طبعا التوتال كوست اوف بتاع السكاي تيست شوت بي اكسبتابل، تمام، وايكونوميكالي بالانسد ان ريليشن تو ميديكال اكسبندشر از اهول. لازم ما يبقاش برضه السكرينج تيست ده مكلف. يبقى السكرينج كونديشن شود بي امبورتنت هيلث بروبلم. لازم يكون عندي طريقه اشخص بيها بعد ما اعمل سكرينج، ولازم يكون عندي تريتمنت للكونديشن دي، تمام. لازم تيست يكون اكسبتابل للبوبيوليشن، ولازم نكون فاهمين الهيستوري بتاع الديزيز او ديزيز هيستوري. خلاص ولازم يكون هناك اجريد بوليسي، ولازم يكون هذا السكرينج تيست من الناحيه الاقتصاديه مناسب، اوكي، ما يبقاش تو اكسبنسيف. ما زلنا في السكرينج تيست رقم واحد، لازم يكون برسايس، سيمبل وبرسايس اند فاليديتد. يبقى السكرينج تيست لازم يكون كمان ايه؟ سيمبل، برسايس، سيف اند فاليديتد سكرينج تيست. رقم اثنين قلت ان هو لازم يكون اكسبتابل باي البوبيوليشن، تمام. خلاص رقم ثلاثة لازم يكون هناك اجريد بوليسيز، يعني انفورم الكونسنت اللي هي الموافقه المستنيره اللي المريض او اللي هيتعمل عليه السكرينج تيست بيوقع. يبقى ده مجرد كده جاذرنج للريكويرمنتس بتاعه السكرينج تيست. لازم يكون سيمبل وبرسايز وفاليديتد وسيف، ولازم يكون اكسبتابل، ولازم يكون لك. ما ننساش بقيه الحاجات المهمه، ان هو ايبل تو ديتكت الديزيز في الفتره من المريض كاتش الديزيز وفتره ما قبل ظهور الاعراض. ما ننساش ان هو جاست سكرينج والدياجنوستيك لازم بعد كده يحصل، استخدم دياجنوستيك تيست، تمام. قلت لك لازم يكون هذا السكرينج تيست له جود اكيوراسي، يعني يخلي الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف اقل ما يمكن، صح، عشان ما يدينيش فولس ريزلت، وهكذا بقيه الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. بالاضافه ان هو لازم يكون سيمبل وبرسايس وفاليديتد، ولازم يكون اكسبتابل تو ذا بوبيوليشن، ولازم يكون هناك اجريد بوليسيز او ريتن انفورمد كونسرت بيشنت لازم يملاها قبل ما نوجر عليه سكرينج تيست، وان هذا التيست لازم يكون ايبل ان هو ديتكت الديزيز في الفتره ما بين وجود الديزيز الى ما قبل ظهور الاعراض، مش كده؟ وقلنا ان هو جاست سكرينج نوت دايجنوستيك تيست، ولازم يكون من الناحيه الاقتصاديه مناسب، تمام، ما يبقاش تو اكسبنسيف. تايبس اوف سكرينج، هناك ماس سكرين. ماس سكرينج ان انا هعمل سكرينج لكل البوبوليشن، تمام، او سب جروبس. سب جروبس يعني ايه؟ هعمل سكرينج لكل السيدات في المجتمع، هعمل سكرينج لكل السيدات الحوامل في المجتمع، هعمل سكرينج للاطفال من سن سنتين لحد 10 سنين في المجتمع، هعمل سكرينج للناس اللي فوق 60 سنه في المجتمع كله، ده بنسميه ماس. او هعمل سكرينج للايه؟ للبوبوليشن كله. خلاص وده بنطبقه على كل الناس الريسبكتيف. الريسك ستاتس، هل المريض ده ممكن يكون عنده ديزيز ولا لا بصرف النظر. خلاص هاي ريسك اور سيلكتيف سكرينج، ده نوع من انواع السكرينج تيست اللي بتتعامل على الناس اللي عندهم ريسك، تمام، تمام، تو كاتش ا ديزيز، ماشي. يعني احنا لما نيجي نقول ان انا هعمل سكرينج للكورونا، الكورونا، وهعمل مسح الكورونا على كل البوبيوليشن، ده بنسميه ماس سكرين. لكن لما اجي اقول انا هعمل مسحه او سكريننج اللي ايه؟ بس مش المسحه بقى، يعني ممكن نعمل ايه؟ الانتي بودز والكلام ده، انت فاهم؟ يبقى نعمل دايجنوزز بالايه؟ دايجنوزز بالبي سي ار، يعني اقول مش ممكن نقيس الانتي بودز والكلام ده في الاول، ده سكريننج، تمام؟ قبل ما نقيس على الناس الاسيمتوماتيك، هعمل البوبيوليشن كله، هعين الانتي بودي اجينست مثلا الكورونا فيروس. ده مش دايجنوستيك، ده سكرينج. عشان اعمل دايجنوست هعمل الايه؟ البي سي ار. لو انا عملته على المجتمع كله ده بنسميه ماس سكرينج، لكن لو انا عملته على الناس اللي بتشتغل في المستشفيات وتخالط مرضى
ده بنسميه هاي ريسك اور سيلكتيف ايه سكرينج. خلاص انا عملته على الناس اللي عندها ريسك ان هي كاتش الايه الديزيز. المالتي فيزيك سكرينج ده عباره ان بنعمل اتنين او اكتر سكرينج تيست في نفس الوقت. خلاص تو لارج بوبوليشن ات وان تايم. خلاص مالتي فيزيك سكرينج ان انا بعمل تو اور مور سكرينج تيست. يبقى الماس سكرينج ان انا بعمل سكرينج لكل البوبوليشن او سب جروب اوف بوبوليشن بصرف النظر بقى عندهم ريسك للديزيز ولا لا. لكن الهاي ريسك بختار الناس اللي عندها هاي ريسك او معرضه لريسك لهذا الديزيز بنسميه سيلكتيف سكرينج. مالتي فيزنج ان احنا بنعمل اكتر من سكرينج تيست اثنين او اكتر في نفس الايه الوقت. تمام. اكزامبل زي ما خدنا في الانكولوجي كانسر سكرين الفا فيتو بروتين. فاكرين الفا فيتو بروتين اللي كنا بنستخدمه كسكرينج تيست للهيباتوسيلولار كارسينوم والسي اي اي الكارسينوجينيك امبريونيك انتيجين اللي كنا بنستخدمه سكرينج تيست للبريست كانسر وغيره وغيره وغيره. تمام. الاوفثالموسكوبي اللي هو فحص قاع العين عشان نشوف الدايابيتيك ريتين وبس. الناس اللي عندهم دايابيتيك ريتين وبس. السكرينج في الميتابوليك سندروم ده بنعمله ازاي؟ بنقيس للناس الترايجلسرايد وبنقيس لهم بلاد جلوكوز وبنقيس الويست سيركمفرنس اللي هو محيط الخصر اوكي ومحيط الوسط وهكذا. السكرينج اللي بنعمل في الاطفال لما تتولد عشان يشوفوا الهيرنج لوس سكول بيزد سكرينج اللي بيتعمل هناك في الدول الاوروبيه وفي امريكا. ماشي. ليه بنسميه السكول بيبليك سكرينج؟ ده بيعملوا للهيرنج والفيجن ديفيشنسي. شوف الناس هناك الطفل اول ما بيخش كل سنه بيتعمل له سكرينج فور هيرنج اند فيجن ديفيشنسي والدنتال كمان بروبلم بس بيهتموا اكتر بالهيرنج والفيجن ديفيشن سكرينج. طفل يتاخد فاهمين كل المدرسه تتاخد تروح تعمل مقاس نظر وفحص القاع العين وتعمل اوديومتري او فحص للسمع اوكي كل سنه. ليه؟ جاست سكرينج. ليه؟ عشان دول السببين الاساسيين للتخلف الدراسي. الطفل ممكن يكون انتليجنت بس ما بيسمعش او ما بيشوفش من على السبوره فخلاص يبقى اوت اوف سيرفيس بره الخدمه ومش قادر يستوعب ومش قادر يفهم لانه لا سامع ولا شايف. ممكن يكون انتليجنت اوكي لكن عنده مشكله في السمع فهي اللي مقلله الكفاءه العلميه بتاعته او عنده مشكله في النظر فهي اللي مقلله الكفاءه العلميه بتاعته اوكي. عشان دي الناس دي بتتقدم ليه؟ لان هم بيعملوا سكريننج للاسباب اللي ممكن تؤدي الى الاعاقه الدراسيه او ان الطفل ما يتعلمش كويس وهي الهيرنج والفيجن. اناليسيس سكرينج بعد ما بنعمل الريزلت عايزين نشوف بعد ما بنعمل سكرينج وعايزين نشوف التاثير بتاع هذا السكرينج تيست على هيلث اوت كام لابد ان ده يتم من خلال استاديز. هذه الاستاديز ممكن تكون راندومايزد كنترول ترايل او كيس كنترول او كوهورت استاديز. تمام. كيس يبقى فيه كيس كنترول خلاص ودي ما فيهاش راندومايزيشن وهتعمل لي بياس او سيلكشن افكت. كوهورت استاديز مجموعه من الناس متماسكه في كل شيء في كل شيء. راندومايزد كنترول هي الافضل لانها هيبقى فيه مجموعتين مجموعه تمام هيتم عليها الاسسمنت ومجموعه كنترول عشان نقرر الاوتكم بتاع هذا الاسسمنت بالايه بالكنترول ودي بيبقى فيها راندومايزيشن فهي الافضل على الاطلاق. تمام. دايما وابدا اي سكريننج تيست له اوتكم او ريزلت هذه الريزلت ما بنقدرش نعمل لها ايفالويشن جاست باي كومباريزون لكن لازم نعمل لها ستاتستيكال ايه اناليسيس. تمام. عشان نقدر نقول هل هي statistical ايه important ولا لا. يبقى الميثودز اللي انا بعمل ايفالويشن بيها او الستادز اللي بعمل بيها ايفالويشن السكريننج تيست هي الراندومايزد كنترول ترايل والكيس كنترول والكورت ستادي والافضل هي الراندومايزد كنترول ستادز او ترايلز. السكريننج تيست بنعمله في جدول بنسميه 2 في 2 تيبل يعني تيبل مكون من 2 رو و2 تيبل هو اتنين كولم صفين ومعمولين مربع. ايه ده ترو بوزيتيف يعني ايه ترو بوزيتيف؟ يعني الناس او السبجكت اللي التست طلعهم عندهم الديزيز وهم فعلا ديزيزت اوكي. مربع بي ده بنسميه الفولس بوزيتيف. يعني ايه فولس بوزيتيف؟ يعني السبجكت او الناس اللي
ديزيز طلعهم على السكرين تيست، طلعهم عندهم ديزيز وهم فعلا ما عندهمش ديزيز، دونت هاف ا ديزيز، يبقى ده الفرصه. وبالتالي المربع بي زائد ايه؟ ده التوتال بوزيتيف، سواء كان فورس بوزيتيف او فورس ايه او ترو بوزيتيف. خلاص. وبعدين المربع سي، تمام، ده بنسميه الفورس نيجاتيف. فورس نيجاتيف ليه؟ لان الديزيز طلعهم التيست طلع الناس دي ما عندهاش ديزيز وهم اكشوالي هاف ذا ديزيز. يبقى المربع سي ده الفورس نيجاتيف. يعني ايه فورس نيجاتيف؟ السكرينج تيست طلع مجموعه من الناس ما عندهاش الديزيز لكن هم فعلا في الواقع عندهم الايه؟ الديزيز، فبنسميه فورس نيجاتيف. الدي هي ترو نيجاتيف، ديزيز طلع ناس، السكرينج تيست طلع ناس ما عندهاش الديزيز وهم فعلا ما عندهمش الديزيز، فده ترو نيجاتيف. وبعدين سي زائد دي ده التوتال نيجاتيف، سواء كان ترو نيجاتيف او فولس نيجاتيف. وبعدين في النهايه اوكي توتال نمبر اوف سبجكت اللي هي هتبقى ايه؟ زائد بي ترو بوزيتيف زائد ترو نيجاتيف. اوكي اسف، ترو بوزيتيف زائد الفولس بوزيتيف، مش كده؟ طيب زائد فورس نيجاتيف زائد ترو نيجاتيف، كل ده توتال نمبر اوف سبجكت. تعال نشوفه تاني. ده السكرين تيست. اوكي. التيبل عباره عن ايه؟ 2 في 2. يعني 2 رو و2 ايه؟ و2 كولر. الاثنين رو اللي عندي اللي هم فيهم ترو بوزيتيف والفورس بوزيتيف والفورس نيجاتيف والترو نيجاتيف. دول الاثنين رو و2 كولر 2 في 2. الزيادات اللي هي موجودة دي عشان نحسن بس من شكل الجدول، لكن هو في الأساس الجدول 2 في 2. 2 رو 2 ايه؟ كولم. خلاص؟ ده الخانه ايه فيها ايه؟ ترو بوزيتيف. يعني ايه ترو بوزيتيف؟ يعني الناس اللي عندهم ديزيز والتيست فعلا طلعهم ديزيزت. السكرينج تيست طلعهم ديزيز. الفولس بوزيتيف ده السكرينج تيست طلع ناس بوزيتيف وهم فعلا ما عندهمش الديزيز. خلاص؟ النيجاتيف هناك الفولس نيجاتيف وترو نيجاتيف. فولس نيجاتيف يعني ايه فولس نيجاتيف؟ اوكي. ان الديزيز طلع ناس او طلع سبجكت ما عندهمش الديزيز هم فعلا عندهم الايه؟ ايه ديزيز، فده فورس نيجاتيف. الدي ترو نيجاتيف، تيست طلع ناس ما عندهاش الديزيز وهم فعلا ما عندهمش الديزيز او الكونديشن دي. خلاص خلاص. التوتال بقى اللي هو مدخلة العمود بتاع التوتال ده هلاقي في البوزيتيف بي زائد ايه؟ بي زائد ايه يعني ايه؟ او ايه زائد بي؟ ده كل البوزيتيف سواء كان ترو بوزيتيف او فورس بوزيتيف. وبعدين في دي زائد سي، ده كل النيجاتيف سواء كان فورس نيجاتيف او ترو ايه نيجاتيف، مش كده؟ وبعدين التوتال الصف اللي تحت خالص كاتب سي زائد ايه ودي زائد بي. وبعدين التوتال دي سي بي اي او اي بي سي دي و اي زائد سي، ده التوتال ايه؟ خلي بالي من حاجه مهمه، توتال اي زائد سي توتال ديزيزت. يعني ايه ديزيزت؟ ايه ده ترو بوزيتيف عنده ديزيز وسي فولس نيجاتيف. التيست قال ان هو ما عندوش لكن هو اداني فولس نيجاتيف، هو في الاصل ايه؟ عنده، فده التوتال بتاع الديزيزت اي زائد سي. طيب امال بي زائد دي ده الفولس البوزيتيف والترو ايه نيجاتيف، دول التوتال بتاع اللي ما عندهمش ديزيز النون ديزيز. ازاي يا عم؟ كالاتي، بي دي معناها فولس بوزيتيف يعني تيست طلعهم ديزيز لكن هم في الاساس ما عندهمش ايه ديزيز، فمعهم ما عندهمش، ودي ده ترو نيجاتيف ما عندهمش، فده التوتال بتاع نون ديزيز. يبقى الاي زائد سي التوتال بتاع الديزيز او البوزيتيف ريزلت، والدي والبي زائد دي ده التوتال بتاع النون ديزيز ده اللي ما عندهمش. وبعدين التوتال بقى ايه؟ بي سي دي ده التوتال بتاع الايه؟ النمبر. خلاص ده الاثنين في اثنين ايه؟ تيبل. يبقى التيبل اللي يبقى السكرينج تيست بيمثل بتيبل بنسميه 2 في 2 اللي هي المربعات اللي مكتوب فيها ترو بوزيتيف فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف ترو نيجاتيف، لكن بقيه الجدول ده مجرد عشان نحسن في مظهره ويبقى واضح، لكن هو في الاساس هو 2 في 2. اوكي؟ التست ده الخانه المربع ايه ده بيقول لي دول الترو بوزيتيف، بيمثل لي ترو بوزيتيف يعني الناس اللي هي طلعت عندها ديزيز. اوكي
مثلا اللي عندها ديزيز وفعلا هما ديزيزد خلاص. الخانة بي او المربع بي دي الفولس بوزيتيف. يعني ايه الفولس بوزيتيف؟ الناس اللي التست طلعهم بوزيتيف لكن هم ما عندهمش الايه؟ الديزيز نفسه الكونديشن. طب الخانة سي ده الفولس نيجاتيف. يعني ايه فولس نيجاتيف؟ تست طلع ناس ما عندهاش الديزيز لكن هم في الاساس عندهم الديزيز فاداني فولس نيجاتيف. الخانة دي ده ترو نيجاتيف، الناس طلع ناس عندها ما عندهاش الديزيز وهم فعلا ما عندهمش ايه الديزيز. ده الاثنين في اثنين خلاص. وبعدين بعد كده في حاجه بنسميها التوتال بوزيتيف بواسطه التيست اللي التيست طلعه بوزيتيف سواء كانت ترو بوزيتيف او فولس بوزيتيف اللي هي الخانه اي زائد بي. وبعدين التوتال نيجاتيف اللي هي الخانه سي زائد دي سواء كانت ترو نيجاتيف او فولس نيجاتيف. وتحتها بقى التوتال بوزيتيف على نيجاتيف اي زائد بي زائد سي زائد دي. وبعدين في الصف الاخراني خالص هلاقي التوتال وبعد التوتال اي زائد سي وبعدين بي زائد دي. اي زائد سي دي عباره عن ايه؟ كل البوزيتيف الترو بوزيتيف والبوزيتيف اللي هي الفولس نيجاتيف اللي هي اللي اصلا هم اصلا بوزيتيف. التيست طلعهم لي فولس نيجاتيف يعني نيجاتيف غلط لكن هم عندهم الايه؟ الديزيز خلاص. عشان كده كاتب لك فوق بريزنت. وبعدين دي زائد بي ده كل النيجاتيف سواء كانت الترو نيجاتيف او الفولس ايه؟ بوزيتيف. لان الفولس بوزيتيف ده في الاساس كان ايه؟ ما عندوش نيجاتيف خلاص. عرفت السكرين تيست بتعمل ازاي؟ التيست ده عباره عن ايه؟ اربع اتنين في اتنين اتنين تيبل اللي هم في النص بالظبط ترو بوزيتيف والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف والترو نيجاتيف. وهذا التيست اوكي بيساعدني ان انا اقدر احسب الكاركترستيك بتاعت التيست بقى زي ما هنشوف في الجزء اللي جاي بعد كده.